تذكرت في كتابك من أيام العمر الماضي، نعم، بعد هزيمة 67، نعم، تسلل للقوميين العرب الفكر المادي الملحد، نعم، المستهزئ بالدين وأهله، وراج بينهم كتب صادق العظم وأمثاله من الملاحدة. ومن ثمار هذه الحالة ظهرت مجموعات القوميين العرب في الكويت والخليج والجزيرة. وجد الاتحاد السوفيتي والصين الفرصة المناسبة لاختراق الخليج والجزيرة عبر هذه المجموعات من القوميين العرب واليساريين. صح، انت هنا قاعد تتكلم عن الحالة اللي انت لمستها وكنت شاهد عليها بعد الهزيمة. صح، في الاول كان النادي الثقافي العربي مثلا يمثل القوميين العرب التقليديين اللي هم يأكدون على حالة العروبة وحالة الكذا، ما في خصام، ما في خصام مع الإسلام والدين. يمثلهم منه جاسم القطامي رحمة الله عليه. جاسم القطامي رجل مؤمن، ليسمع الأذان قام وصلى، ولكنه رأس من رؤوس القومية العربية يعني. وكان يعني على خصام مع العلمانية المتوحشة هذه اللي نشأت في الحركة. اللي منو كان يمثلها في الكويت؟ بالكويت يعني معروف يعني. منو؟ يعني الدكتور أحمد يعني. الدكتور أحمد يعني معروف هو يمثلها. الدكتور أحمد الخطيب يعني. هني اللي صار صار صارت حالة الانشقاق داخل الحركة بعد 67. لا، وفي من هو على يسار الدكتور أحمد الخطيب يعني. أكثر. إيه طبعًا ديين وعلى. عبد اللطيف دعي المجموعة، مجموعة الشباب اللي انشقوا على اللي انشقوا على فوق الانشقاق اللي صار. صح يعني هم الحركة الثورية الشعبية صار عندهم انشطارات يعني وايدة يعني، والانشطارات هاي لها تردداتها يعني. في بيروت شاهدناها هذه يعني بشكل جلي يعني، كانت حالة ضياع يعني. الشباب القومي العربي بعد هزيمة 67 وسقوط هيبة عبد الناصر حالة من الضياع
احنا في معسكرنا كانت حالة من الشماتة يعني. خلية شهاب حالة من الشماتة يعني. انتوا ولا حاجة يعني، انتوا قاعدين تتعلقون بسراب اسمع عبد الناصر وكهوة عبد الناصر. يا وقال انا بستقيل، وكذبة كانت الاستقالة. ليش الناس طلعوا؟ يقول لك الناس طلعوا للمطالبة مخابرات يعني، طلعت الناس. والحالة عاطفية كانت الحالة عاطفية، مو قادرين يستوعبون الناس انه بعد ما راح نديهم بالشلوت الإسرائيليين ونقطهم بالبحر مثل ما قال عبد الناصر كاذبا على الناس، الحين طلعوا يطالبون فيه. يعني الشعوب عاطفية، شعوب عاطفية. يعني لو كنا احنا شعوب تحاسب قيادتها، اول ما يحاكم هو عبد الناصر وعبد الحكيم عامر والضباط اللي كانوا يحكمون، ما حد منهم حوكم، ما حد منهم حوسب. هذا دليل شنو؟ دليل ان احنا شعوب عاطفية. احنا الحين 67، نعم، والنكسة وسنة التخرج. نعم، انت تخرجت من الجامعة الامريكية، من الجامعة الامريكية علوم سياسية. نعم، ورجعت مباشرة. التخرج طبعا صار بعد النكسة، عدل؟ اي نعم، صار النكسة ب 25 خمسة حزيران. احنا امتحاناتنا في 21 حزيران الامتحانات. الامتحانات كانت أثناء النكسة. ايه فهم شلون؟ فخذونا وخذوا المعدلات مالتنا في السيمسترز الماضية، وعلى هالأساس حددوا لنا يعني منو يتخرج ومنو ما يتخرج. وانت هني تخرجت؟ الحمد لله ورجعت إلى الكويت. تقدير جيد جدا يعني، فوق الـ 85 يعني في البوليتيكال ساينس. فرجعت الكويت متخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت. فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. رجعنا الكويت وعندنا شهادة البكالوريوس علوم سياسية. طبقت الكويت الحمد لله. فوالله من باكر ركبت السيارة ورحت إلى جامعة الكويت. ترى هذه أول سنة تفتتح جامعة الكويت. هي افتتحت في 66. أي 66 67. هذه أول سنة. فمنو المسؤول؟ منو؟ قالوا عن أبو مناور الله يرحمه، أنور النوري، الأستاذ أنور النوري. والله ركبت سيارتي ورحت حق أبو مناور، رجل دمث الخلق وحباب وطيب. استقبلني استقبال جيد وقال لي مبروك التخرج. وقلت له أنا طال عمرك جاي أنا أبي أنضم للعلوم السياسية، أصير معيد عندهم على أن تبعثوني أكمل دكتوراه علوم سياسية. قال حلت البركة، وهذا خبر يسرنا وما أدري شنو. هذا اتصل رأسا بقسم العلوم السياسية، ورأسا أنا وجهني قال لي وين تروح وين هذا، ورحت له قسم العلوم السياسية. ولقيت رئيس القسم الله يرحم روحه الدكتور إبراهيم صقر، هذا من الأخوة المصريين، كان سفير مصر في أثيوبيا في أديس أبابا، وسفير في عدة أقطار أفريقية يعني. رجل قصير القامة يعني، لسن يرحب وحباب وطيب، وقال لي احنا نسعد بيك. وكنت الوحيد الكويتي يعني، بس الكويتي انا الوحيد يعني، ما عندهم احد اطلاقا يعني، الباقي كله من الاخوة المصريين.
فقال لي انت مستعجل على البعثة؟ قلت اي والله انا ودي ما اطول بالكويت، ودي ما فكرت انك تقعد يعني على الاقل لك سنة سنتين ثلاثة وبعدين تكمل الدكتوراه ولا خلاص؟ لا ودي اكمل، لان الكويت يعني عوامل الهددان تصيب الواحد لما يقعد بالكويت، عشان لا يصير لك نفس اللي صار في مدرسة خالد بن الوليد بالضبط، حالة الخمول والكسل اللي قلت عنها. الخمول والكسل ممكن، ترى التواصل الاجتماعي عندنا بالكويت قوي، والعزايم ومبروك وما مبروك. فقلت أنا بسرعة خلني أخلص وأشلع وأروح أدرس أحسن. طلعت لك البعثة الحمد لله سريع. ما قصروا يعني رأسا. قعد كم شهر تقريبا؟ يعني تقريبا ثلاثة أشهر إلى 68، إلى بدايات 68، إلى بدايات 68 يعني. بس درست يعني كمعيد؟ لا ما درست. كان يكلفني الله يرحمه الدكتور إبراهيم سقر أنه أنا أروح أخذ الحضور والغياب في محاضراته، أحيانا أحضر أخذ الأوراق مالت الاختبارات اللي صلحها اللي سويها، يقول أنت صلحها من هال بس كتدريس ما لا كتدريس لا ما كنت مهيئ للتدريس أنا يعني. طيب قبل ما نروح، طبعا أنت اخترت أنك تروح كامبريدج. أنا اخترت أروح بريطانيا، فقالوا لي في أي جامعة؟ قلت أبي كامبريدج. قالوا كامبريدج الحين يعني تأخرت وايد في التقديمة، فراح نقدر ندخلك جامعة لندن لسمستر واحد، لترم واحد، وبعدها تنتقل إلى كامبريدج. تقبل؟ قلت أقبل طالما هي في بريطانيا، أنا ما بي أتغرب أمريكا ما أمريكا. الحين رحنا لندن. رحنا لندن، قالوا لي احنا الحين في بداية 68. 68 والله رحت هناك، وأخوي غازي الله يحفظه كان مأجر لي شقة يعني. هم كان سابقك هو هناك؟ لا هو بالكويت كان. طيب بالكويت ويشتغل في الكي ام بي سي بالنفط. كان رحت المكتب الثقافي، كان يقولوا لي انت في اليونيفرسيتي كوليج اللي تابع حق جامعة لندن. ورحت جامعة لندن، قالوا اسمك موجود عندنا. منو ألقى في جامعة لندن أيضا؟ غازي القصيبي، دكتور غازي القصيبي. دكتور غازي القصيبي. فكنا في صف واحد. طالب دكتورة. طالب إيه، وقاعد يدرس، وكان عندنا كورسات العلاقات الدولية، عندنا قانون دولي، عندنا منظمات دولية. فأنا وغازي القصيبي كنا نحضر هالكورس هذا اللي هو القانون الدولي. قانون الدولي منو يدرسنا؟ يدرسنا بروفيسور ألماني اسمه شوارزنبرغر. هذا يهودي ألماني، كان في وقت من الأوقات مستشار لهتلر، مستشار استراتيجي لهتلر. لكن لما أفصح هتلر عن عداء لليهودية وهذا، هج هرب إلى لندن خايف على روحه يعني، فهم شلون؟ كان يدرسنا لهجته، لهجة ألمانية لكنها ألمانية قوية وايد. عنده كتاب من فوليومز ثنتين، من جزئين، بعنوان Power Politics، سياسات القوة. سياسات القوة حقيقة أنا ما شفت يعني تكست بوك يعني يتكلم عن سياسات القوة مثل هذا الريال. يعني يشرح شنو معنى القوة، وهل هي عسكرية بس بلس اقتصادية، إذا نفسية، إعلامية، إلخ 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 إلخ، يقعد يشرح بحر. لما يتكلم ما ودك يسكت يعني. فكان الرجل يشرح لنا، وكنا في الكوفي بريك نتناقش أنا وغازي القصيبي. ما كنت أعلم أنه راح يصير غازي القصيبي المعروف. طبعا هو كان وايد يعني أكد على خلافي معاه يعني. غازي إيه إنه يعني عبد الناصر وعبد الناصر. هو كان أيضا يرى في عبد الناصر. إيه فهمت شلون؟ إيه عبد الناصر وكذا. فأنا قلت خلاص أنا خلنا تعدى المرحلة هذه، ما لي شغل بعبد الناصر، خلنا أكمل دراستي وخلنا كذا، وما في داعي أدخل في خلافات، عرفت شلون؟
فغازي القصيبي لمستنا يعني عند نزعة ناصرية قوية، فهمت شلون، وقومية عربية قوية، فهمت شلون. طيب فبعد مشاهدات قعدت سنة تقريبا في لندن؟ لا ولا أقل، قعدت بضعة أشهر يعني. أشهر. حددوا لي موعد في كامبريدج. في كامبريدج قالوا تعال الحين موضوع الانترفيو. والله ركبت القطار ورحت، رحت إلى مجلس الدراسات العليا يسمونه، دخلت لقيت ويتنج روم صغيرة، قاعة انتظار فيها يمكن 4 أشخاص أو 5 أشخاص، ومنهم واحد عربي والباقي غير عرب. فهذيل دورهم قبلي يعني، أنا لازم أنتظر على ما يخلصون، على ما يخلصون هذولا كلهم. فقلت له أخ من وين؟ كان يقول أنا من الأردن. قلت له أهلا وسهلا. كان يقول له يعني إن شاء الله هذولا ما يشدون حيلهم معانا في اللقاء، لأن ما أدري إيش بيسألون يعني أنا مقدم لهم أوراقي ومستواي جيد جدا في العلوم السياسية، ما أدري إيش بيسألون عنا يعني. كان يقول والله أنا ما أدري بس أنا مطمئن. قلت له ليش طمني؟ قال أنا معاي توصية من الملك حسين، توصية من الديوان الملكي الأردني مدموغة وموقعها الملك حسين. قلت له يا بختك، أنا أقول له يا بختك. فهو مرتاح، كان قاعد مرتاح، كان هي ريلاكس تحدى يعني. أنا قلق. دخل هذا الأخ الأردني، دخل ما طول، كلش ما طول، ما طول يعني دقايق ولا طلع، مو ملف حويها من نهار. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، سالفتك؟ كان يقول أنا أستاهل. قلت ليش؟ عسى ما شاء. كان يقول أنا يعني، قال لي Can I see your papers؟ فيقول أنا قبل أطلع ما يعني شهاداتي وأوراقي مش طلعت لهم التوصية، توصية من القصر الملكي. يقول لا وحطيتها وأنا راهي بعد يعني. كان يقول شنو هذا؟ كان يقطع علي، كان يقول لي أنا طالبك أوراقك، تعطيني ورقة موقع عليها الملك حسين؟ وين أوراقك؟ يقول عطيته أوراقي. كان يقعدون تساسرون يعني مع بعض، يقول كان يقول لي اترك القاعة، اترك الصالة، اطلع. يقول خذيت أوراقي طلع، بس ما أدري السالفة الحين شو بصير، ما أدري الحين دورك النفيسي. دخلت أنا معي شهاداتي من الجامعة الأمريكية في بيروت، مستواي جيد جدا، الممول مالي جامعة الكويت، الجرانتي مالي المكتب الثقافي في 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 لندن. كان يقول لي وين أوراقك؟ قلت هذه أوراقي. شوف الإنجليز. كان يقول أوه أنت دارس فيكتوريا؟ يعني أوراقي ثانوية من فيكتوريا. أنت دارس فيكتوريا؟ قلت يس. كان يقول الإنجليزي مالك يعني ماكو مشكلة؟ not at all يعني. In fact يعني أنا كان ممنوع علي أتكلم عربي وأنا صغير يعني، لازم إنجليزي قصبا علي يعني. I must not speak Arabic. كان يقعدون يضحكون. كان يقول لا أنت الطريق أمامك ممهد تماما، لأن اللغة الإنجليزية أكبر كبوة يواجهها الطلبة المتقدمين، مشكلة مع المشرف ماله، مشكلة مع الجامعة، مشكلة في البروغرام ماله، يطول أكثر، وايد يطول. زين الحين أنت علوم سياسية؟ قلت نعم.
كان يقول لي شنو أكبر حدث الآن الآن هاللحظة يعني قاعد أتابعه. كان أقول له أنا قاعد أتابع الثورة الثقافية في الصين, الكالتشرال ريفوليوشن بالصين. قال قاعد تتابع الثورة الثقافية في الصين؟ ما جبت موضوع لا عبد الناصر ولا 67 ولا لا لا, 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 لا كان الحدث المسيطر إيه يعني لا لا عربيا على الأقل. خلنا وخر عنه. وديتهم الصين. إيه أنا أتابع الكالتشرال ريفوليوشن إن تشاينا. قال شنو رأيك بالكالتشرال ريفوليوشن بالصين؟ قلت هذه أثارها ماو ضد زوجته وضد الأربعة اللي يساعدونها, يبي يطهر الحزب من الأتباع لهم. كان يطالعون. قال لي أنت تقرأ صيني؟ قلت له للأسف ما أقرأ صيني, أتمنى أني أقرأ صيني. قال ليش تتمنى تقرأ صيني؟ قلت أن الصين هي القوة القادمة يعني, والصين تحتاج إلى نفطنا بالخليج يعني احتياج مصيري يعني, وأنا أتمنى أن يصير عندنا بالكويت يعني ريسيرش سنتر للشؤون الصينية. كان التفت على رفيجه, كان يقول له I think we got our man, يقول حق رفيجه يعني. بعدين قال لي خلاص أنت راح نتصل فيك يعني. فعلا رديت لندن, ماكو ثلاثة أيام أربعة أيام اتصلوا فيني بالتليفون, ما اتصلوا فيني اتصلوا في المكتب, قالوا طالب عبد الله النفيسي اللي قابلناه باليوم الفلاني وما أدري شنو كذا, رجاء بلغونا إنه يجي كامبريدج ترى قبل. أنا أطير من الفرحة, ركبت القطار ورحت, وقالوا لي أنت في كلية تشرشل وينستون تشرشل الشقة المخصصة لك رقم 31. رحت شفت الشقة وكذا, وقال لي تقدر تنقل أقراضك من الحين من لندن. فرحت الحمد لله شلت أوراقي وشلت جناطي, خلاص الحين انتقلنا إلى كامبريدج. انتقلت إلى كامبريدج, فأصبحت أحس بأني طالب مسجل فعلا في كامبريدج. طيب احنا في كلية تشرشل. في كلية تشرشل في, في في كامبريدج. في كامبريدج. متى اتخذت قرار انك تبي رسالة الدكتوراه عندك؟ نعم. راح تكون حول تاريخ الشيعة في العراق. في العراق السياسي. شلون اتخذت هالقرار؟ صح. ومتى؟ صح. عاد لما استقر المقام فيني في الشقة 31 في تشرشل كوليدج, الخطوة الثانية أقابل المشرف مالي, منو راح يشرف عندي علي يعني. أربي سارجنت. أربي سارجنت. فرحت له في المكتب ماله. هم كانوا معينين لك الجامعة هي اللي معينتها لك مشرف مش أنت مختارة. لا هم في طريقة مرنة في الجامعات البريطانية, أنت لازم تدور مشرف عليك وهو لازم يقابلك ويصير حتى يقبل يعني قناعته فيك. بس من سعى في البداية أنت؟ اي أنا سعيد. ليش إيه هذا أربي سارجنت؟ أربي سارجنت لسببين. سبب الأول أنه يقرأ عربي, لغة عربية فصيحة, ويدرس في جامعة كامبريدج كتاب الكامل للمبرد في اللغة العربية يدرس. نمبر تو, رقم اثنين, كان هو ضابط سياسي في عدن وعلى علم بأحوال عدن, وبالذات على علم بأحوال الزيود والحوثيين من أيامها, عرفت شلون؟ ويعرف بالضبط الترمينولوجي مال التشيع يعني الديكشنري الفوكابولري مال التشيع, عرفت شلون؟ الغيبة الصغرى الغيبة الكبرى, قاري في المواضيع هذه كلها, الإمام المهدي, عرفت شلون؟ التقية, عرفت يعني هل هالترمينولوجي اللي مستخدم في الأوساط الشيعية وفي العلمائية يعني حتى والفقهاء, فهم شلون؟ وقاري يعني اللي بعد فترة تبين لي إنه قاري
في التشيع وقاري في كتب الرجال وقاري. بس أنت إلى الآن كنت مقرر أصلاً تبي يعني؟ لا لا مو مقرر لا لا, لا هذه بس استدراك أقول لك. بس أنا رايح له على أساس يعرف عربي. فهذا هو سبب رئيسي. وإنه يعرف العالم العربي. وأبي أتشاور معه. فقلت له أنت شنو رأيك؟ قال والله أنت بالكويت، أنت كويتي، أنت مخير أربع خيارات، يا إما موضوع عن الكويت، يا إما موضوع تروح الدكتوراه، إيه تروح الدكتوراه، يا إما موضوع عن الكويت، يا إما موضوع عن العراق، يا إما موضوع عن السعودية، يا إما موضوع عن إيران. أوكي، كانهم الدول يعني المحيطة بالكويت. المحيطة بالكويت. قال لي أنتوا عبارة عن مثلث ضغط، يعني أنتوا بالكويت بالنص والعمالقة الثلاثة يحوطون حولكم يعني. فأنت مخير، هل تبي تسوي بحث عن إيران؟ قلت بس اللغة مشكلة يعني. أنا لو أتقن أتمنى أكون أفهم فارسي كان أروح إيران، ما عندي مشكلة يعني، وأنا أحب إيران. أقول له قال ليش تحب إيران؟ قلت له أن إيران فيها كل ما يسعى إليه ابن الصحراء يعني، فيها نعمة وفيها خير وفيها كذا وفيها حضارة وفيها تاريخ، فيها جامعات مو جامعة، فيها أساتذة وبروفيسورز وهذا، بس اللغة مشكلة عندي أنا. عائق راح تكون. عائق. قال فإذا نكنسل إيران. إيران. السعودية. والكويت أنت كنسلتها؟ لا. الحين ما ينعل الكويت. مو مقتنع فيها أصلاً أنا، بس أنا قال لي السعودية، قلت السعودية ليه الحين ما أعتقد أكو يعني قناعة بالعملية الريسيرش يعني، يعني واحد يدور يسوي ريسيرش ويلتقي بفلان وعلان ويكتب تقارير وما أدري شنو. الحين المجتمع محافظ قد تجد معوقات قد أمامك. أجد معوقات كبيرة إذا أبحث موضوع معين مثلا. قال أنا كان ودي، هو يقول أنا كان ودي تبحث يعني في الوهابية مثلا، ليش ما تكتب شيء عن الوهابية؟ طيب والله يعني حلو الموضوع، بس هذا كتب فيه كثير يعني، فيه كتب كثيرة كتبت. ما أنت ما سألته ليش شمعنا هالموضوع؟ إيه سألته، كان يقول لي لا إحنا نبي واحد من الجزيرة العربية يسوي كريتيك، يسوي نقد للوهابيين. قلت له أشك أنهم راح يسمحون إني أسوي كريتيك للوهابيين. صعبة بروفيسور سارجنت إنه أنا أي من الكويت أسوي كريتيك حق الوهابية في المملكة العربية السعودية في هالظرف يعني. أعتقد راح يعني تصير عملية صعبة، وايد صعبة يعني، راح يعطوني المادة اللي تساند الأرجمنت الوهابية، بس ما أقدر يعني أسوي كريتيك نقدي وكذا. قال شنك أنت خايف من؟ قلت إيه فعلا خايف أدخل في هالما وما أطلع بنتيجة يعني. قال لي كانسل السعودية، ما ظل عندنا للعراق. العراق ايش رايك العراق؟ كان اقول والله العراق قريبة وماكو عائق لغة، عرفت شلون؟ وبعدين عندهم جامعات يعني، جامعة بغداد، جامعة كذا وجامعة كذا وجامعة كذا، اساتذة وكذا وكذا وكذا. والله فكرة اسوي موضوع عراقي يعني، موضوع يتعلق بالعراق. كان يقول sleep on it، يقول لي sleep on it عبدالله، فكر فيها، فكر فيها، فكر في العراق، فكر في موضوع العراق. بس إلى الآن ما قال لك؟ لا ما قال لي. وين؟ لا ما قال لي، بس مجرد قال لك فكر بالعراق، شنو تطلع فيه بالعراق؟ فكر بالعراق عبدالله. أوكي الحين أنا كله بكامبريدج هالكلام. صار يوم الجمعة كان أسأل الطلبة أنتوا تصلون الجمعة؟ كان يقولوا إيه نصلي بالجلد هول في البلدية، يعطونهم صالة صغيرة يصلون فيها الجمعة. فرحت أصلي الجمعة،
وقف فينا واحد فلسطيني من غزة الله يرحم روحه اسمه حسن عبد الحميد. حسن عبد الحميد خطب، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، عمل كذا، خلوا بالكم من هالمجتمع اللي هو الغربي لا يقصون عليكم كذا، أضوا بأسنانكم على الإسلام، ترى الإسلام في خطر، ترى 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 ترى. طلعنا من الصلاة كلام عادي يعني، طلعنا من الصلاة وقفنا نسولف، فشفت طلبة سودانيين، شفت طلبة عراقيين، شفت الفلسطيني هذا يسولف معانا حسن عبد الحميد الله يرحمه، مصريين أحمد العسال اسمه، فهم شلون؟ قمنا نسولف. واحد من العراقيين ما زلت أذكر اسمه، اسمه عبد الأمير الأعسم، عبد الأمير الأعسم، ما أدري شنو، أكو سحر بيني وبينه يعني، كيمستري صار يعني، كنا يقول لي أنا ودي أعزمك ودي كذا، وكني أنا ضايع يعني أبي أعرف مكان يعني. ما تعرف أحد أنت؟ لا ما أعرف أحد، كلش ما أعرف أحد. خلصت المناقشات هاي، عبد الأمير واقف، كان يقول له إيش رأيك عبد الأمير نأخذ لنا هوت شوكليت أو شيء وهذا، قال خدمتك يقول لي عراقي، فهم شلون. رحنا هذا كان أقول له أنت عراقي؟ كان يقول نعم أنا عراقي، وأنا هاي سنة ثانية أسوي يعني دكتوراه أو شيء كذي وهذا وهذا، وأنا من عائلة العسام وهذا وكذا وكذا، يعني الحين ما أدري منو العسام، ما أدري منو كذا، ولا عندي مهمة يعني الشغلة، بس أجبني الولد يعني عفوي وحباب وشهم ويعني والعزيمة عنده بسيطة ويحب الضيف. إيه كان يقول لي والله هاي كامبريدج منطقة فوق الممتازة حق الدراسات العليا وكذا وكذا. صار بيني وبين عبد الأمير في علاقة، أي علاقة. الجمعة اللي عقبها هم يتصلي، هم طلعنا من الصلاة، هم مجموعة عرب موجود، عبد الأمير موجود، كان ولا معاه 2 أو 3 عراقيين. إيه كان قلت لهم أنا عازمكم على يعني على الهوت شوكليت، هذه أغلى درينك يعني وقتها، في أكو مقهى اسمه ذويم في كامبريدج، فقلت لهم أنا عازمكم بذويم على هوت شوكليت. يوم أنا وقعدنا 3 عراقيين وانت. 3 عراقيين وأنا، ولا 3 شيعة و2 منهم حزب دعوة رسمي. عرفت هم كشفوا عن إيه؟ لا ما قالوا في سياق الكلام، بس صياغة الكلام عرفت إيه، إنه يذمون بالبعث ويذمون كذا، البعثيين وما البعثيين وما شو قلتهم يعني الأخوة يعني دو قاعدين تحشون حكي ولا قاعدين تحركون؟ قال لا إحنا قاعد شو ما نتحرك ولا لا 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 لا، وإلا يعني انفتح لك أفق جديد الحين. إيه حزب البعث وحزب الدعوة والشيعة في العراق العراق تعال عبد الله هذا كنز. ليش؟ لأن هذه مشكلة في الولادة يعني، الحين قاعد يتكون الجنين مالها، عرفت شلون؟ أنا عندي هالإحساس أنه يعني إيه، كان أقول حق عبد الأمير يعني أنه يعني ربعك ما شاء الله عندهم وعي سياسي قوي، قال كلنا عندنا وعي سياسي قوي وكلنا يعني ندين البعث وكلنا، قلت أنا حط يدي بإيدكم، فهمت شلون؟ حتى صافحتهم يعني وإحنا في المقهى هذا.
فاحنا الحين في ذوم. نعم. انطرح موضوع حزب الدعوة وحزب البعث والعراق. صح. وانت بديت الحين تفكر لان ار بي سارجنت هم قال لك فكر بالعراق. صح. شو اللي صار بعدها؟ فانا لما تركت الاخوة عبد الامير الاعسام وما اذكر اساميهم بس اسمه ما ادري ليش يعني ظال في ذهني، والباجي الاثنين، رحت الى السقيقة هاي اللي خصصوها 31 31 رحت افكر بروحي، كان اقول تعال والله يعني الصراع هذا اللي حاصل في العراق يعني ليش ما يكون هو الموضوع، موضوع البي اتش دي مالتي، رساله الدكتوراه. اي رساله الدكتوراه. فقعدت اقلبها، قلت خلنا اقرا، فقعدت اقرا. جامعه كامبريدج عمار مكتبتها فيها 8 ملايين مجلد، 8 ملايين مجلد. خلك عن الكتب، كتب ما كتب، لا هاي 8 ملايين. قلت خلنا اروح جامعة المكتبة. فدخلت قلت لهم وين الميدل ايست؟ قالوا فوق والطابق ما ادري شنو وكذا كذا. وين العراق؟ لقيت العراق. قمت أدور عن النجف وعن الحوزة وعن الشيعة وعن هذا، قعدت هناك. لقيت مصادر وايدة. مصادر وايد 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 مصادر. يعني ابن بابوي من لا يحضره الفقيه، اللي هما كتب الرجال يعني، الطوسي الأحكام. عندك نسخ مترجمة ولا بالعربي؟ لا بالعربي، كلها بالعربي، كلها بالعربي، كل النسخ العربية الأصلية موجودة هناك كامبريدج، قسم العراق في جامعة كامبريدج. الطوسي، الابن بابوي، المجلسي بحار الأنوار، فهمت شلون؟ تفسير الطباطبائي للقرآن. بس هذه أغلبها كتب دينية يعني، مش دينية. موضوع سياسي. لا كلها مخلوطة، هاي كلها على العراق يعني، في العراق كلها، في السكشن مال العراق. أنا أبي أدور سياسي، صح ولا لا؟ فقمت أقرأ هناك، أقرأ دين سياسة شيعة سنة عثمانية كذا كذا. فلقيت كتاب كاتبة أحد كاشف الغطاء. هذا كان المرجع في وقت من الأوقات، وعنده كتاب الشيعة أصلها وأصولها، كراسة صغيرة مو كبيرة يعني. قريتها، كلام واضح، ترمينولوجي مفهوم، ما في بس الشيء اللي يميزه انه يتكلم بمنطق سياسي، يعني علاقة الشيعة بالحكومة المركزية في بغداد، علاقة مدري شنو في كذا، علاقة الشيعة في السنة، علاقة الشيعة في الأكراد، يعني فيها بعد سياسي. اي في 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 خلفية سياسية عند الريال، عرفت شلون؟ ما يتكلم عن يعني عقائد الشيعة، يتكلم عن البعد السياسي، أي يعني يعالجها كجماعة سياسية أكثر منها يعني طائفة دينية، جماعة سياسية. قلت بالضبط، أنا أبي أدرس الحالة الشيعية اليوم في العراق من هالزاوية كجماعة سياسية، عرفت شلون؟ فرجعت حق سارجنت عقب أيام. إيش كثر تقريبا ظليت تقرب يعني، لأنه كتب يعني كثير أكيد. إيه يعني يمكن 3 أشهر 4 أشهر. ظليت فترة. إيه قعدت أقرأ حتى يوم رحت له قال لي وين كنت؟ كنت بالمكتبة. قال لي يعني الطلبة العربيون عقب 2 أسابيع 3 أسابيع قررون الموضوع. قلت لا لا لا، أنا أحب لما أدخل بالشيء يعني أعرف أسبح فيه، يعني هذا بحر يعني. قال برافو جيد. وين خلصت؟ قلت والله أنا قريت يعني
كراسة يعني مالت كاشف الغطاء، وكنا يعني أنا ودي أخذ نفس المنحة بس تطبيقا على المرحلة الحالية، يعني أدرس الشيعة كجماعة سياسية. قال برافو عبد الله، يعني هذه ترى مو سهلة. قلت أكيد مو سهلة. قالوا بعدين لا تخيل أنه العراق راح يرحبون فيك. قلت ليش؟ كان يقول لنا أن العلاقة بين النجف وبغداد متوترة، ولا يتابع عنده متابعات يعني. قلت ما أدري، أنا للحين أنا ما شفت النجف أصلا في حياتي يعني، لكن لازم نشوف الموضوع ونشوف شنو القصة ونشوف هذا. كان يقول بعدين الشاه قاعد يتدخل في الملف الشيعي في العراق. في العراق. إيه، فأنت يعني راح تطب في معترك يعني. في توقيت أصلاً يعني متوتر. توقيت صعب يعني، توقيت صعب. قلت أنا ما عندي مشكلة يعني. أنا أحب المناطق الخطرة أقوله. وأحب المواضيع الخطرة. قام يضحك. ما قال لك هني، ما أنا قلت لك عن موضوع السعودية. أنت ما قبلت. قام يضحك الحين بقول لك. قام يضحك. قال لي ليش أنت ما قبلت علم السعودية؟ قلت ما قبلت بالسعودية لأن يعني سكة سد يعني ما راح أحقق شيء فيها. يعني أنا متأكد راح أروح راح يعطوني كتب عن الوهابية تعزز من الارجمنت الوهابي يعني، وماكو دراسه نقديه للوهابيه في المملكه العربيه السعوديه، ما اقدر احصل شيء من هذا النوع، والجو ما يسمح. بس بالعراق لا، الجو يسمح، اخذ واعطي مع الشيعة نفسهم ومع ناس خارج الشيعة حتى. قال جوهد، قال خلاص نكتب الموضوع ان في اختار هالموضوع حتى انا اكلم المجلس الدراسات العليا واقول لهم خلاص هذا العنوان: The role of the Shia in the political development of modern Iraq، دور الشيعة في تطور العراق. لازم يسجلون العنوان. وعطاني سارجنت، قال لي بعطيك ورقه. رجعنا حق سارجنت وقلت له خلاص وتم تسجيل العنوان، عندي كذا استعداد وكذا. وقال خلاص اهم شيء البحث الميداني، يقول اهم شيء البحث الميداني. قلت شنو يعني تقصد البحث الميداني؟ قال انك تروح العراق. قلت بالضبط. قال حتى ما يصير بحثك بحث مكتبي يعني، وانت قاعد في المكتبه تقرا كتب، لا، تروح تشوف الناس شحم ولحم يعني، تعيش معهم، تحاكيهم وتقعد وياهم، تدريب ميداني. ايه، قال انا راح اعطيك ورقه ما شنو للمجتهد الاكبر مال الشيعة في النجف اللي هو السيد عبد المحسن الحكيم، وانا متاكد يعني راح يساعدك في انه يفتح يعني الابواب كلها مشرعه. قال لي هو له سلطه قويه في العراق، فهو معطيك مثل صح التعبير توصيه. بالضبط. اي، فراح اكتب لك الكذا كذا وكذا. والله اعطاني ورقه واحده وموجهه الرساله للسيد عبد المحسن من ار بي سارجنت. يا ريت احتفظت بنسخه منها. اي والله اعطيتها حق السيد عبد المحسن وخليتها عنده، خذاها مهدي الله يرحمه. طيب الحين خذينا الرساله. نعم. وقررت انك الحين انت خلاص بتشيل اغراضك. ايه، قال لي لا تقعد بكامبريدج، ماكو فايده الحين، روح سوي البحث الميداني اول. قلت ايش كثر يطول البحث الميداني؟ قال اقلها 6 اشهر. 6 اشهر بالعراق؟ قال 6 اشهر بالعراق، وفي الاريا في المنطقه اللي انت بتسوي عنها بحث.